عشرة فوارق بين الملكة رانيا العبدالة ملكة الأردن وبين كنتها وزوجة ابنها الأميرة رجوى الحسين. أين تقابلت الكنة مع حماتها وأين اختلفتا؟ ما هي نقاط التشابه بينهما؟ وما هي نقاط التنافر؟ عن هذا الموضوع أعزائي سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة الثقافة. قبل أن نواصل ندعوكم طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. الفرق الأول بين الأميرة والملكة يكمن في أن الملكة رانيا قد جاءت من أواسط الشعب، فيما جاءت رجوى من عائلة أرستقراطية لها علاقة قرابة بعائلة الملكة. فالملكة رانيا العبدالله ولدت في الكويت لأسرة أردنية من أصل فلسطيني، وتنحدر أصولها من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية من عائلة الياسين، حيث أن أمها إلهام علي إبراهيم هي ربة منزل وأبوها فيصل صدقي هو طبيب فلسطيني. أما بالنسبة للأميرة رجوى فهي تنحدر من عائلة لها صلة قرابة بالعائلة المالكة السعودية، حيث أن والدها هو خالد بن مساعد آل سيف وهو رجل أعمال ثري جدا، فيما تكون والدتها عزة بنت نايف ابن عبد العزيز وهي قريبة للعائلة المالكة السعودية. أما الفرق الثاني بين المرأتين الملكيتين فيكمن طبعا في البلد الأصلي، حيث أن رجوى سعودية ولدت في الرياض، فيما تكون الملكة رانيا فلسطينية ولدت في الكويت، وكما نلاحظ فكلتاهما ليست من الأردن. النقطة الثالثة في مقارنتنا بين رانيا ورجوى تتعلق بجمالهما. حقيقة لا يمكن أن نقول أبدا أن إحداهما أجمل من الأخرى، حيث أنهما تتقابلان في هذه النقطة، كما أن هناك شبها كبيرا بين المرأتين رغم اختلاف الملامح بينهما طبعا. هذا ما جعل الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي يقولون في الأخير يبحث الرجل عن امرأة تشبه أمه. وعلى الرغم من أن الملكة رانيا قد تجاوزت الخمسين إلا أنها تحافظ وإلى الآن على جمال ورشاقة كبيرين. النقطة الرابعة في قائمتنا تتعلق بطول المرأتين الملكيتين. فعلى الرغم من أن الملكة رانيا أطول من كنتها، حيث يبلغ طولها 176 سنتيمتر فيما يبلغ طول رجوى 168، أي أن الفرق بينهما 8 سنتيمترات، إلا أن المرأتان تعتبران من النساء الطويلات، كما أنهما تتشابهان حقيقة في كونهما أطول من زوجيهما، حيث أن الملكة رانيا أطول من زوجها الملك عبدالله والذي يبلغ طوله 165 سنتيمترا. نفس الشيء بالنسبة للأميرة رجوى، وإن كانت تفوق زوجها ببضع سنتيمترات مع اختلاف الروايات حول طولهما بالضبط. المهم فإن الملكة رانيا والأميرة رجوى تتشاركان في كونهما أطول من زوجيهما. أما النقطة الموالية فتتعلق بفرق السن بين كل من الأميرة وزوجها والملكة رانيا والملك عبدالله من ناحية أخرى، حيث أن الأميرة رجوى أكبر من زوجها الأمير الحسين ببضعة أشهر، فهي مولودة في 28 من أبريل سنة 1994، فيما ولد ولي العهد الحسين في 28 من يونيو سنة 1994، أي أن رجوى أكبر من زوجها بشهرين بالضبط. أما الملكة رانيا فهي أصغر من الملك عبد الله بثماني سنوات. ولدت الملكة في 31 من أغسطس سنة 1970، فيما ولد الملك عبد الله سنة 1962. الفرق الموالي أن الملكة رانيا كان عمرها أصغر عندما تزوجت، حيث كانت في 23 عندما تزوجت الأميرة عبد الله سنة 1993. أما رجوى فقد تزوجت أكبر من ذلك نسبيا، حيث تم زواجها وهي في 29 من عمرها. وطبعا وكما أسلفنا فإن الأميرة رجوى من مواليد سنة 1994. تتشابه الأميرتان أيضا في أنهما قد تزوجتا من وليان العهد وفي أن حياتهما الزوجية قد بدأت بلقب أميرة. الفرق الموالي في قائمتنا يتعلق بالتعليم. ففي الوقت الذي حازت فيه الملكة رانيا سنة 1991 على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة، درست الأميرة رجوى الهندسة المعمارية في جامعة سيراكروز في نيويورك. أما بالنسبة للحياة العائلية فإن الملكة رانيا قد كانت ابنة وسطى في عائلتها، حيث تكبرها أختها دينا بثلاث سنوات ويصغرها أخوها مجدي بسنة واحدة. أما الأميرة رجوى فلها ثلاث
الإخوة هم فيصل ونايف ودانا. وحقيقة فقد فقدت كل من الملكة والأميرة أبويهما في فترة قصيرة، حيث توفي والد الملكة رانيا وهو فيصل صدق الياسين، الطبيب الذي قضى 30 سنة في ممارسة مهنته منذ سنتين فقط، أي سنة 2022. وبعد فترة قصيرة فقدت الأميرة رجوة والدها خالد آل سيف سنة 2024، ليكون حزن وألم فقدان الأب قسيما بين الملكة والأميرة. طبعا دخلت الأميرة رجوة إلى حياة المشاهير والعائلة الملكية منذ سنوات قليلة، ولذلك فإن المعلومات عنها قليلة، إلا أن السنوات القادمة طبعا ستتحفنا بكل ما هو جديد عن العائلة المالكة الأردنية. الأميرة رجوة حامل الآن بابن الأمير الحسين، وسنرى طبعا إن كانت ستنجب ذكرا كأول مولود لها مثل الملكة رانيا أم لا. على كل حال هي تتبع خطى حماتها في الكثير من الأشياء، حيث برهنت مرارا على أناقة كبيرة، وبما أنها رشيقة مثل حماتها فمن المتوقع أن نراها في أزياء جميلة. أيضا وبدخولها للعائلة المالكة التزمت رجوة بأزياء وهندام محترم على الطريقة الملكية الأردنية التي يشيد بها الكثيرون. أعزائي، هذه هي التشابهات والاختلافات بين ملكة اليوم وملكة المستقبل. هنا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ رشيد، إلى اللقاء.